يا احمد ما يكذب عليك حد. المستشار عقيلة صالح وفق ما قالت بطانته والناس اللي حواليه ومستشاريه، يريد ان يكون هو رئيس المجلس الرئاسي. والثمن؟ وعنده استعداد حتى مسألة وفق ما قالوا اللي معاه وانقالت في مونترو في سويسرا، ونتحداهم يجيبوا تسجيل الجلسات اللي تمت غالي. عندهم استعداد حتى لاتفاقية العار هذه اللي اباحت تراب ليبيا للمحتل التركي، عندهم استعداد حتى يقبلوها، ما يتكلم فيها حد وتقعد.